لم يوجد هناك فرص حقيقية إذا استثنينا فرصة الزقعان اللي بالقاب العارضة للنصر، لكن النصر لم يحدث فرص بسبب أنه الأطراف لم تفعل الأجنحة. عبد المحسن العبيد بان تأثيره اليوم، حمد الله غياب طبعا حمد الله طبعا طيب. لكن اسمحي لي بس أقول الشوط الثاني النصر جاله فرصتين سجل واحدة، الفتح لم يخلق فرص، فدائما اللي يخلق فرص هو من يسجل حتى لم يكن أفضل. لكن أنا أقول لك أنه مدرب النصر يحتاج إلى شغل كثير لتنظيم الفريق أكثر. هذا ليس هو الفريق الذي لعب أمام السد، وليس هو الفريق الذي فاز على السد في الرياض.